عن جد الله لا يوقعكم بين ايديه وتربحوا جميلته. عم بقول له عامل دايت يا شيف وانت عامل حلوم مشوي، شيل لي صحن، ما بدي اكل شيء دسم. قال جيب بس وقيه، واز بيطلع من الكيس كيلو ونص حلوم. تخيلوا انتم قد ايه الانسان هيك بحس حاله صغير انه عم يربح جميل. تفسير صغير بس، ليش عامل دايت؟ انه انت ليش بتعمل دايت؟ انه كرمال شو انسان انا فيني اعمل دايت اكلتك لانه بدي حافظ على جسمي، حافظ على رشاقتي، حافظ على جمالي، انت ليش بتعمل دايت؟ خيي ما بدي اسمعك، ما عم بسمعك أوكي. اصلا ما بعرف ليه ما عم بسمعك، بس انه رح روح لعندك رشه ملح مع الحلوم والخضره. احبائي صباح الخير، بلش الشيف شادي يشوي خضره بعد ما بلشت بالحلوم، بس بعد شوي صغير رح انتقل على الحلوم. بدي اعطي بس افكار يمكن ناسينا او عم نتناساها او ما قلنا جلادي نعملها او يمكن ما بنعرف نعملها. هي كيف نحن اليوم فينا نشوي خضره بالبيت من دون ما نطلع لا ريحه ولا حدا يسمعنا ولا نشوي ولا طلعوا. جبت انا مقلي كبيره او مقلي صغيره، جبت كمان مقلي هون هيك مزيحه عاديه مثل جريل صغيره، ولا اهين من هيك، من الباذنجان، من الكوسه، من البصل، من البطاطا، من كمان عندي هون البلجا اللي هي السلاد البلجيكيه او الاونديف خلينا نسميها، مزبوط كمان كتير طيبه مشويه فينا نعملها. مثل ما شايفين كمان قدامكم عندي البندوره، بعد شوي ليكو هون رح شيل كمان الباذنجانات، ليكو كيف مشويين بالمقلي، طلعوا كيف. بس انه بناخد فكره عنهم كيف نحن عم نشويهم. مثلا هون رح انا ابرم البصل، نشوف البصلات، واو ليكو شو حلوين. وبهالطريقه نحن بنكون ما وسخنا، بنكون كمان ما حطينا ابدا زيت. اذا بتطلعوا كمان على المقلي او بتطلعوا على الجريل الصغيره او على المقلي الثاني اللي انا عندي هون، مش عم حط زيت ابدا 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 ابدا، عم رش رشه ملح صغيره، وبيعطينا كمان نتيجه بتطوش بتعقد. طيب شو الاشياء اللي فينا نحن نشويها؟ كل شيء. اذا بدنا نبلش باللحومات، فينا كمان نشوي اللحم نحن اليوم من دون ولا نقطه زيت، او بتحطوا نقطه زيت بتمسحوا هالمقلي اللي انتم عندكم بمحرمه صغيره، وبعدين فينا نشوي عليها كمان سفينه دجاج. يا جوزيف قول معي، يا جوزيف قول تنقول حلوم، يا جوزيف جبنه بيضة، موتزاريلا، بنرجع بنعيد باذنجان وكوسه وبصل وأونيونز الصغار، الاشالوت، يعني شو بعد، القرنبيط بنسلقه قبل، البروكولي بنسلقه قبل، بنرجع كمان بنشوي التومات سوريز الصغار، شو ما كان. ترويقه غدا وعشاء. رح فرجيكم هلا كمان بشغله كمان هيك بسرعه. طلعوا هون على المقلي، لك كيف عم يطلعوا معي كمان هون، طلعوا كيف، شفتوا كيف عم ينشوي، لك البطاطا كيف عم تطلع معي كمان، ليكوا شو حلوين، على نار خفيفة. وأنا كمان بعدني حاطط النار، يعني مش مقوى كتير نار، طلعوا بالنار كيف، بطريقة أنه كمان ينشوي بطريقة حلوة. طيب أخذنا فكرة هلا كيف بنشوي خضرة، كيف بنعطي كمان جمال للطبق. ها عندي قرص بندورة يا شيف شادي، ليش نسيت؟ بنجيب قرص بندورة بهالطريقة هيك، بنقصه وبنجي بنحطه هون هيك، ده قرص بندورة كيف كمان هون، وقرص هون او نص قرص بنص قرص زحية يا كوسيه محل البندورة. طيب العدس الاحمر اوكي المجروش، انتم بتعرفوا نحن بعد بلبنان او بالدول العربيه في اشياء كثير بنعملها ما عندها معامل، بعدها بنعملها بطرق بدائيه، منا العدس المجروش، ومنا كمان الفريكي مثلا، وانواع كثيره من البرغل. ليكم مثلا انا اليوم شاري من العدس المجروش، طيب عدس احمر مجروش لازم ننقيه للعدس قبل، ولازم كمان نغسل العدس، يعني هون لازم نعمل الشغله. طلعوا ليكم كمان هالحبوب اللي بقلبها، هودي من الوسخ لانه ما في عندنا اليوم نحن مكانات بلبنان للعدس بعد، او طرق حديثه مشان تنظيف وتغسيل انواع او بعض الانواع من الحبوب، مشان هيك لازم نغسلها وننقيها. ننطركم بعد حوالي كمان ساعه تنشوي الحلوم سوا، ونفرجيكم كيف بدنا نعمل كبه العدس المجروش. جوزيف لعندك. الله يخلينا اياك، بس شيف عن جد حيرتنا، منغسل ولا ما منغسل يا خيي؟
بعد ساعة بدك جاوبك؟ ايه بعد ساعة، لأنه بنخسر من شرح شوي الغذاء، ولا ما بنخسر من الغذاء إذا غسلنا؟ بنخسر بنخسر بنخسر، بس مرات كثيرة مجبورين مجبورين مجبورين، وأنا شرحت ليش. طيب هلا بدي أسأل أنا أخصائي التغذية اللي معي. أنت ما فهمت علي يا جوزيف، مشكلتك أنا استيعابي بطيء عليك، بس ما بعرف يعطيك ألف عافية. ثانك يو شادي. اليوم طبعا مثل ما قلت بسبب غياب كارلا الله يردها بالسلامة، طبعا فقرة التغذية رح تكون ضيفتي نانسي عوادة، رح نحكي عن اختياراتكم من السوبر ماركت. ما بحياتكم تفوتوا على السوبر ماركت انتوا جوعانين، لأنه رح تقشوا الأخضر واليابس. كيف لازم نختار من السوبر ماركت؟ اليوم هو موضوعنا بفقرة خفيف نضيف. صباح الخير لك نانسي، يعطيك العافية. بالفعل هو السوبر ماركت أنا بالنسبة لي هو مشوار، وأحلى مشوار. وإذا فت جوعان بعرف شو بشتري، وإذا فت بعد الغداء أو بعد العشاء بعرف شو بشتري. مزبوطة. يعني جوست لو نيسيسير، مثل ما بيقولوا اللي بدي اياه بالضبط، بس مش بشتري 100%. هذا حنحكي. صباح الخير لك، وصباح الخير للمشاهدين. بدنا نقول انه لتحضير الوجبات الصحيه بالمطبخ مفروض يكون في عنا المكونات الصحيحه تنوجد. لهالسبب اليوم حنعطي نصائح كيف فينا نخليهم ينوجدوا باقل كلفه ممكنه كمان. بس بدنا نذكر المشاهدين بموضوع الفرق بين الغذاء الصحي والغذاء السليم. الغذاء الصحي يعني الغذاء يلي بيعطينا إفادة لجسمنا، السليم يلي إن كان صحي أو مش صحي، أي غذاء ممكن يتعرض لعدم سلامة إذا تكاثرت البكتيريا بقلبه بسبب تسمم. إذا أكيد حكينا عنهم كتير قبل. بالنسبة بدنا نروح على السوبر ماركت، أول شيء بالنسبة لموضوع السلامة بدنا ننتبه للنظافة العامة، يعني نظافة السوبر ماركت توحي لنا إذا فينا نوثق بهالمنتجات اللي عم نشتريها من عنده. أوقات الخضرة بتشوفوها عاملة هيك يعني كأنه ظلموني أنا. نتجنب التلوث المتبادل، يعني إذا شارين أطعمة نية نبعدها قد ما فينا بالشاريو عن الأطعمة الجاهزة الأكل. نفس الشيء إذا الأكل اللي بينتزع بسرعة، يعني اللي بحاجة لبراد، نخليه آخر اللفة بالسوبر ماركت، يعني ما نخديه نخليه بالآخر، نسناولهم بالآخر قبل ما نطلع، لأنه موضوع الأكل برات البراد خلال ساعتين بيصير منه صالح للاستهلاك. بتقضي ساعتين بالسوبر ماركت بسهولة يعني. المعلبات حكينا كثير عنهم، المعلبات اذا كانوا بهالشكل حسيناهم مضروبين، حسينا منهم بحاله منيحه، نحن بنقول when you're in doubt don't buy، يعني اذا عندك شك باي شيء بنبتعد عنه وما بنشتري. بتكون منفسه من مطرح كذا. منفسه، هيدا كله دليل انه عدم سلامه. انتهاء الصلاحيه كثير مهم ننتبه لهم بخلال شرائنا للمنتجات. بدي اقول بس بالبرادات، الاطعمه اللي بتكون موجوده بالبرادات السوبر ماركت لازم نعمل لها تشيك اذا بعدها اذا حسيناها بارده كفايه ولا لا، لانه امرار البراد بينطفي بيرجع بدور بالسوبر ماركت، يعني امرار اذا دسناها حسينا منها كثير بارده حتى لو هي بالبراد يفضل ما نشتريها. بوفروا كهرباء يعني امرار بينطفي كثير، ما بتعرف شو بيصير، او بقت كثير برا وفجاه قرروا يحطوها بالبراد. الخضرة مثل ما قلنا، الخضرة إذا أي شيء عم ننقي الخضار لأينا شيء منزوع ممكن ينزع غيره نلجأ لغير مصدر. طبعا في خضرة كمان قصيرة العمر، يعني البقلة مجرد ما تشتريها لازم دغري تنعمل وتنضف 100%. هلا الخيارات الصحية، نحن هون اليوم بدنا نغير معتقد بيقول إنه إذا بدي آكل صح بدي أتكلف، فاليوم بدي ناكل بطريقة صحية بس بأقل كلفة ممكنة. أول شيء مثل ما قلت جوزيف إنه لازم قد ما فينا ما نروح جوعانين، هيدي أول شيء. لأنه ليه؟ لأنه عجوع أكيد أنا عجوع ما حقعد استحلي بندورة ورز ومعكرونة، حاستحلي الأكل الطيب، الأكل الدسم، فكتير مغريات، فأفضل روح شبعانة. تاني شيء لازم أعمل لائحة بالمكونات يلي بدي إياها. يعني في خبرية مهضومة، في دراسة عملت فرجت الشباب وقت تعطيهم هيدي اللائحة بيشتروا المكونات اللي موجودة باللائحة. أوكي. البنات بيميلوا يشتروا اللي باللائحة وقد عمرتين يعني خربين بيوت. لا مش كل الشباب على فكرة، في كمان بيحبوا يشتروا واللي حدا لا الشباب بيشتروا أكتر. وقت الواحد يفوت جوعان أكتر شيء بيمسك تشيبس ببلش البزورات ببلش كل المشروبات الشوكولا يا باي. مزبوط. فقد ما فينا بدنا نحط، يعني بتاخد 3 دقايق قبل ما ننزل على السوق هيك بنتأكد انه ما عم نشتري قطعة ما لها عازة وممكن تكون غير صحية. نعم.
اول قسم بدنا نزوره بالسوبر ماركت هو الخضار والفواكه. نحن التوب ليست عندنا الفريش، كل شيء طبيعي، الاكل الطبيعي من ميل له قبل المصنع. الخضار والفواكه اكيد كلها معروفه بالالوان، بدنا ننوع فيها قد ما فينا. هلا اكيد يفضل نجيب صنفين ثلاثه مش اكثر حتى ما ينتزعوا بالبراد كمان، وهون بنقول بي ادفنتشرس، يعني كل جمعه جربوا صنف جديد. يعني في عالم معوده اصناف معينه بتروح بتشتريها دائما، صحيح. يعني خلص معوده بتشتري كذا نوع. لا حلو التجدد، اي حلو. يفوتوا كل جمعه على القليل يفوتوا صنف جديد على طبقه، يعني اللي ما عنده شادي يشتري شادي على البيت لانه بصير عنده دائما قصص جديده، يعني يطلعوا على التلفزيون بس تابعوا شو بيجيب غراب. اوكي، هلا في معتقد غلط بيقول، في كثير بسمعه انه انا اليوم عم باكل صح بلاش اشتري اورجانيك. الاورجانيك بدنا نقول انه مش يعني عم تاكل صحي. الأورجانيك هو عنده نفس القيمة الغذائية الموجودة فيه، نفسها موجودة بالخضار والفاكهة التانية، بس الأورجانيك بتفرق بالسلامة الغذائية. يعني الأورجانيك فيه بكتيريا أقل، مبيدات أقل، مواد سامة أقل، مزبوط. نعم. هيدا الموضوع فينا نخففه إذا بدنا نخفف الكلفة لأنه الأورجانيك أغلى. فينا نخفف هذا الموضوع إذا فينا نغسل نعقم الخضار والفاكهة بالملح بالخل بالمي تحت المي الجارية، أو نقشر إذا بحاجة. يعني بننقع بالملح، ايه فينا مع المي اخر غسله ولا اول غسله؟ هلا فينا، لا فينا ننقعهم بالملح بعدين بنغسل تحت المي الجاريه لنشيلهم كل على السطح. اوكي، في قصص موجوده بالقشره ما بتضل بالقشره ولا بلا؟ مشان هيك قلت اذا في لزوم، اذا حسينا كثير في عالم كثير مسرسبه، فينا اكيد اذا ما كفت التعقيم فينا نميل الى التقشير. تقشير، نعم. ثاني قسم بدنا نميل له بالسوبر ماركت هو المجموعه اللي بتعطينا طاقه، هي اكيد الحبوب، الرز، الرز، المعكرونه، القمح. نميل للقمح الكامل، كربوهيدرات، وبنفس الوقت في منهم بروتين. نعم مزبوط. الجبن والقلبين، قلبين نميل للابيض نخفف الاصفر. اذا لابد حبينا في جبنه معينه بنحبها، نعم، صفرة، بنجيبها بس بكونتيتي قليله، يعني بكميه قليله. فينا نجيبها اذا كثير بنحبها بس بكميه قليله لنعرف انه ما حنتناول منها كثير. طيب اللي بتفضلي اللايت على طول ينجيب؟ حنحكي هلا عن المنتجات هي اللي قليله الدسم. نعم. هن الاخصائي التغذيه كثير بفضله اكيد تاكل كل شيء قليل الدسم. نعم. ولكن لانه مكلف اكثر فيك تاخذ المنتجات العاده وتقلل الكميه. انا بفضل العكس. أهيان. بالنسبة للحمة دجاج سمك، نحن يفضل توب وان عندنا سمك بالأول، بيرجع الدجاج، بيرجع اللحمة الحمراء. هلا بالنسبة نحن بنفضل نميل للحام، ناخذها لحمة فريش، لحمة مذبوحة طازة، أكيد أحسن من السوبر ماركت لأنه بيميلوا يزيدوا لها كثير مواد مثل النايتريت ليخلوا لونها حمراء والمستهلك يحبها ويشتريها. كمان مجموعة هيدي مجموعة بتعطينا بروتينات مثل ما قلت جوزيف، انه فينا بننسى نحن بسفرتنا البقول اللي هي بقلبها البروتينات مثل فول، عدس، حمص، فاصوليا، ففينا اكيد يعني اذا ما نوجد دجاج لحمه سمك نحن عندنا عاده ما في طبخ اليوم. لا في، لا في 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 بديل طبعا. مزبوط، في بديل. بالنسبه للحمه كثير مهم انه اللحمه الحمراء نعرف شو ننقيها مثل ما عم بتقولي، لانه بالسوبر ماركت بتكون معلبه مجلده راجعه مدوبه ممكن مصنعه، مشان هيك ننتبه كثير منيح، وكل واحد لازم يكون مثل عنده حكيم يكون عنده لحام. 100%. هون في خبريه مهضومه، تقسيم السوبر ماركت مقسمه بطريقه كل شيء على اطراف بيعرض الاكل الصحي. كل يعني لاحظ كل شيء على الطرف، عندك خضره، اللبنه، الالبان والاجبان، كل شيء على الطرف اكل صحي. كل ما فدت لجوا على السنتر، كل ما قربت على الاكل الاكل المعلب، الاكل اللي فيه كثير دهون وسكر، هون بتلعبوا لعبه هيدي ثلج ونار. كل ما قربت ضد التعليب، ضد المعلبات. هلا حنحكي عن المعلبات، مش كلها، مش ضدها كلها، حنحكي هلا عن المعلبات. نعم. البندوره الوحيده اللي فينا ناكلها بهالشكل اللي هي بطريقه معلب. ليه؟ لانه البندوره وقت تتعرض لحراره بتطلع الليكو اللي هي مادة كتير مفيدة للجسم. لا. ففينا نخدها صلصة البندورة اللي كنا بنستعملها بطبخنا كتير مفيدة. هلأ بس نميل للمعلبات. المعلبات في معلبات بعدها بتعتبر مش كتير مضرة، يعني بعدها قريبة للفريش أكتر من المصنعة. لا. يلي أول شيء بنقرأ عليها المية بالمية، المية بالمية مثلا جوس، مية بالمية نوع معين من الفواكه أو الخضرة، بعدنا ميلين. لا. للفريش، بس مية بالمية بيكونوا صادقين، مش زايدين في أوقات بيزيدوا لها سكر وقصص وكذا، بس بيكتبوا مية بالمية. ما
مزبوط. هلا بدنا نقرا بدنا نقرا على اللاصق على الليبلينج. ان شاء الله يكونوا صادقين يعني. مزبوط. في اذا بنقرينا على المكونات اكثر من اربع مكونات بدنا هون يعتبر انه هالمنتج صار قريب لل غير صحي، لانه بيزيدوا كثير مواد حافظه، مواد منكهات يلي فينا نحن نستعملهم. بس اكيد دائما بتتسالوا انتم بتقولوا شو قولكم شو الاضبط، المعلبات ولا المثلج؟ ما هيك؟ شو الاضبط؟ المعلبات او المثلج؟ اثنيناتهم يعني المثلج هو كونفينينت ملائم. هلا الأكيد نحن دائما نمبر 1 بنفضل الفريش اول شيء. فريش اكيد بعدين اذا حسينا انه خضره مثلجه مش غلط. نحن امرار بنثلج ببيوتنا، امرار في اطعمه بنحاول انه كرمال ما تنتزع بنحطها بالفريزر. المعلب منا مشكله. ايه بتوازي المعلب منا مشكله. هلا بس حسب المعلب، ما هلا بدنا نشوف بس نقرا على المعلب شو بيكون حاطين عليه. هلا المعلب بالنسبه لللاصق الليبلينج اللي محطوط على المعلب كترتها مثل قلتها، يعني اذا ما في ابدا ولا معلومه على المنتج يعني ما فيني اعرف انا شو بقلبه. فبيفضل ابعد عنه. اذا في معلومات على المنتج مثل ما قلنا اكثر من اربع مكونات كمان ابعد عنه. مين للمنكهات الطبيعيه؟ يعني انا في نكه طبقه بالبهارات بالخل بالحامض لانه امرار كمان اذا زيته كثير حكي امرار انت اذا حتى لو قريت ما حتفهم شو هن. مثل الرافيولي والتورتليني والقصص بيكونوا معلبين مع صوص كمان. مزبوط. يفضل انت تعمل الصوص من فروم سكراتش. نعم. كمان بدي اقول بيجوا بترتيب الاهم بالاول. نعم. وبيرجع الاقل اهميه بيجي بعدين. بس بدي اقول على منكه بكثير اسمه الكورن سيرب او شراب الذره. نعم. هيدا ماده بيستعملوها بانتاج بالمنتجات الامريكيه اللي بيزيدوها على كل المنتجات. نعم. يعني لانها هي ماده كثير رخيصه بتنكه وبتعطي فوليوم للمنتج، مشان هيك بيزيدوها على كل شيء، مشروبات غازيه، على السالاد دريسنج، على كل شيء كل شيء بيزيدوها، حتى هلا عم بيزيدوها على السيريال والخبز. فمشان هيك اذا قرينا هيدي المنكه نبعد عنها. هيدي دراسه فرجت انها هي السبب الاول لزياده الوزن عالميا. بتصور شو بتعرفوا كثير منيح كيف تشتروا من السوبر ماركت وباي نفسيه تروحوا على السوبر ماركت، بتعرفوا شو؟ خليكم على كل شيء طازه، روحوا عن الخضرجة وحده، احسن شيء عن اللحام وحده، عن كل حدا اعطيه خبزك للخباز لو اكل نصه. عندك شيء بعد؟ ايه بدي اقول بس انه كرمال كل شيء محضر يلي هن مقطعين او كل شيء مثلا دجاج منظفه هون بس عم نقلل الكلفه، نحن نجيبهم ونحن نحضرهم ونغسلهم بالبيت. مزبوط. كل شيء ما بيخلص صلاحيته بسرعه نكتر منه اكثر من ال بس اذا عليه اوفر كمان. ايه هلا ما بنحكي على الاوفر، الاوفرات امرار بيكونوا عم بغشونا. بيكون في شيء من وراء يعني بانتباه على انتهاء الصلاحيه وغيرها. ثانك يو لك نانسي. بس اخر شيء التسوق انه كمان بيخلينا نخسر وزن. لا كملي على وصل روح وحدك اذا بدك. ثانك يو لك نانسي. نرجع بنشوفك الله راد مره ثانيه وقت تكون كمان كارلا مسافره نستضيفك لانه اسم الله عليكي رشقه وتقولي معلومات بكميات كثير كبيره. لكل المشاهدين نحن وياكم كيف بتكون حلوه بطبيعيه بخصوص الجمال مع جين نصار بعد هالوقفه. خليكم معنا.